هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نعمل الحيس اللي هو تعالوا اقول لكم عنه. عندنا التمر، وعندنا انا طلعته في طبق انه حطينا على النار الرايب، حطينا تقريبا نص لتر رايب غلي وتبخر، حتى هتلاقوا الوصفه الى ان يتبخر، بتبخر وتحول انه هو البان مع احماض زي لما بنيجي نعمل الجبنه الريكوتا او الاجبان بشكل عام. فبقى عندنا ده سمنه او زبده وطاسه على النار. تعالوا نحط الطاسه كده على النار على حراره عاليه ونحط السمنه ونشوح فيها التمر. هحكي لكم واحنا بنشوح التمر عن الحيس. جاء في حديث عائشة أنها قالت: وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحيس وخبأت للنبي صلى الله عليه وسلم منه لما وخبأت للنبي صلى الله عليه وسلم منه لما أهدي إليها. زي ما احنا بنبعت لجيراننا أكل وكده، لما كان بيجي لها من الأكلة دي كانت تشيل للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بيحبها. هنحط معلقة سمنة. وخلوا بالكم زمان كانوا بياكلوا دهون شوية أكتر مننا، الحياة كانت فيها مشقة، يعني مش ما فيش عربيات انه الوصول من المكان الى الاخر مشقه، الحياه بشكل عام كلها مشقه، فكانوا بيقدروا يحرقوا السعرات الحراريه اللي هي جايه من الزبده والسمنه. هتلاقوها في الاكلات اغلبها فيها دسم شويه، بس الدسم ده زي بعض البلدان البارده الاوروبيه بيزودوا الدسم بالشتاء عشان محتاجين، عشان جسمهم بيحرق جامد في الشتاء، فهتلاقوا بعض الاكلات تبقى شويه دسمه. ولو رجعتوا لكل اكلات شبه الجزيره العربيه اللي هي لحد دلوقتي لسه يعني في السعوديه اكيد في اكلات فضلت موروثه هتلاقوا فيها نسبه الدسم عاليه، وزي ما قلت لكم ده السبب. الفكره ان الرز دخل لنا مؤخرا، عشان كده هتلاقوا اغلب الاكلات والثريد هي اكله سعوديه. الفته او الثريد، هتلاقوا المنسف مثلا تحته عيش لان هو كان اصله الفت العيش. لما جه الرز ابتدى يدخل الرز في اكلنا و محلش محل العيش ابدا، بس ابتدى يبقى جنبه. هنا السمنه سخنت، هنحط لها البلح، وطبعا البلح او السمنه او دقيق الشعير او حتى اللبن الرايب هو من منتجات كانوا عندهم هم طبعا رعاه كتير وعندهم رعيان، عندهم الخرفان وكانوا بيذبحوا بيعتمدوا على الزبده اللي بتطلع من الذبح، السمنه اللي بتطلع من الزبده، عندهم العيش الناشف، عندهم الزيتون، كل اللي قدامنا ده مش عايز ثلاجات. زمان ما كانش فيه طرق الحفظ الحديثه اللي عندنا، فهتلاقوا اغلب الحاجات اللي قدامي دي مش عايزه ثلاجه، سواء الخل، الزيت، الزيتون، البلح، الشعير، المكسرات، السمنه، الزبده. مفيش اي ثلاجات. دايما بقى عندي فضول افكر لما انا باخد وصفه من حقبه زمنيه معينه افكر طب هم كانوا عندهم ايه؟ كانوا مثلا بيطحنوا الشعير ده ازاي؟ بالحجر الرحايا. كان عندهم الهون اللي زي ده الرخام احنا شايلينه هنا هوريه لكم حالا، بس كان من الحجر، كانوا بيستخدموا الحجر والرخام هو نوع من انواع الاحجار، بيطحنوا البهارات، بيطحنوا الحبوب من عن طريق الادوات الطبيعيه. فهنقلب مع بعض اهو. البلح ممكن قلنا زبده او قلنا مع السمنه. سعيده على فكره انا بالحلقه دي ومبسوطه انه احنا قاعدين بنجرب وصفات نبويه، حابه انه انتوا تجربوها كمان وتبعتوا لنا على الفيسبوك. انا عن نفسي قبل كده ادمنت التلبينه وبالذات اللي بالعسل، وطبعا دوروا على عسل الطبيعي ما يكونش داخل له سكر، لانه كده احنا ما عندناش اي حاجه هنا مضره، ميه، شويه لبن، شويه عسل ومكسرات، قد ايه وجبه مثاليه لنبتدي يومنا بيها. هنا بنقلب لحد ما يطرى البلح شويه ويتحمر ويبتدي السكر اللي فيه يتكرمل كده شويه. إذا اتفقنا إنه العنصر الثالث ده عبارة عن لبن الرايب، اللي هو لو ما عندناش لبن رايب ممكن نضرب علبة زبادي مع شوية مية ونحطهم على البوتاجاز يبخروا، بيتبخر لحد ما يبقى عندنا كده الكيرد بسموه اللي هو مفرول كده. هنطلع فاصل. بصوا التمر ابتدى أهو يطرى زي لما بنعمل العجوة. هنطلع فاصل وأنا مش هضيف أي حاجة لحد ما نرجع بعد الفاصل نكمل الحيس ونبتدي
في الثريد اللي هي الأكلة الأكثر يعني أو المحببة أكثر حاجة عند الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله في ذكرى مولده. وبعد الفاصل هنكمل أكلاته اللي بيحبها. قبل الفاصل ابتدينا نعمل الحيس اللي هو عبارة عن زبدة أو سمنة عليهم البلح وقلبناهم زي ما شوفين انتوا هنا في الطاسة. كنا حاطين لبن رايب تقريبا نص لتر في حلة اتبخر لحد ما بقى كده زي الجبنة القريش أو الريكوتا. بعدين منضيفه على البلح والسمنة أو الزبدة، وهو طبعا فيه طعم مزازة لأنه معمول من الرايب أو الزبادي. ممكن تعملوه من الزبادي مع المية، تضربوهم كويس وتحطوهم على النار. دلوقتي ده بياخد لون البلح دلوقتي حالا لما نقلبه معاه. نقلبهم كويس لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض. البلح كمان بيدخل في وصفات كثيرة نبوية، وفي سنة لأنه إحنا ناكل 3 تمرات في اليوم. معرفش أنا يعني مدى صحتها موضوع عدد التمر، لانه ساعات احنا بناكل حاجات فيها تمر وبقى مش عارفين العدد. بس هو بشكل عام التمر من الحاجات المفيده جدا، مصدر رائع للسكر. بس مش ناكل التمر مع السكر مع يعني احنا بنعمل ساعات كيكه التمر وحلويات بالتمر، بس كل حاجه زي ما اوصانا الرسول انه الاكل يبقى سلس المعده، ما ناكلش لحد الافراط في الاكل، لانه اصلا مش من اخلاق الاسلام ان الواحد يبقى مسرف. الإسراف في أي حاجة، في الأكل، في الشرب، في أي عادة من العادات، هو مش من أخلاق الإسلام. من التعفف والزهد، إنه الواحد حتى النهاردة كنت بسمع دكتور حسام موافي من الدكاترة اللي بحب جداً إزاي بيربطوا الدين بالطب وفي الحياة، كان بيتكلم عن إنه ربط الأكل مع مواعيد الأذان. إنه أثبتت دراسات أمريكية، كان ركز على إنها دراسات أمريكية مش من منطقتنا العربية، على إنه أحسن طريقة للأكل هي 5 وجبات في اليوم ومتزامنة مع مواعيد سبحان الله الصلوات. يعني كان بيرشح إنه الصبح مثلا مع صلاة الفجر ناخد حتة جبنة بيضة مع حتة عيش وطماطم، ووقت الظهر ناخد تفاحة مع موزة وتفاحة، برتقانة وموزة، فاكهتين. وقت العصر ناكل حتة عيش مع بروتين. وقت المغرب يكون الوجبة الساخنة اللي هي الخضار ورز، ما يبقاش فيها بروتين، والعسل أو التلبينة أو حاجة خفيفة مع الزبادي مثلا. العشاء يكون خفيف. وأنا مش فاكرة الآية الكريمة بالضبط، بس كان بتربط اللي هو إنه إحنا نتهيأ لذهاب المسجد، وآخرها كان فيه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالربطة دي كانت ملفتة، إنه ربط الأكل بالمسجد. هو أكيد مش هناكل داخل المسجد، بس تقريبا مواعيد الأكلات وبكميات قليلة على 5 وجبات طول اليوم بتدينا الطاقة اللي إحنا محتاجينها بدون إسراف. هنا هنحط الحيس. شايفين بياخد لون الرايب، خد لون الكراميل كده، تحسوه مكسرات أو عين جمل مفرومة. هاتوا نقلبه، قصدي ننظف الطبق ونحطه هنا قدامنا. وعايزه اقول لكم عن حاجه تانية من السنه. يقال انه كان النبي عليه الصلاه والسلام بيحب التمر مع زيت الزيتون، يعني بيتحط زي ما احنا بنعمل المخللات او المربيات، يعني بيتحط في طبق وبيفضل متغمس بزيت الزيتون. وطبعا الزيتون ذكر في القران شجره مباركه، فيعني ويقال انه من القمر شافوا شجر الزيتون منور. هو مذكور في القرآن إنه هو يعني من الشجر المبارك. وطبعا الزيت ده من سينا، أرض سينا المباركة. هنحط هنا عليه حبة البركة. وطبعا كتير من الأحاديث والسنة تكلمت على إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما ينصحنا بحبة البركة. وممكن نفس الوصفة بتتعمل دلوقتي بفلسطين ومن سنين، مش دلوقتي، التين المجفف. تين مجفف أو التمر بيتحط معاه حبة البركة والزيت، وكمان بيحطوا له سمسم، وبتبقى من الحاجات الرائعة لصحة المعدة وكمان للعظم. فدي بتتغمس بالعيش، هنحطها كده جنبها.